كلامه تاج الكلام، وقدره جاوز غام الغمام، وفضله عالي. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. بعد تداول ومشاورات بين أعضاء لجنة التحكيم سنقوم وسنذكر من سيتأهل ويتنافس معنا في البرائمات التي ستقام في شهر رمضان. ما أصعب هذه اللحظات، ولكن لحظات يجب أن تكون. التصفيات النهائية للدخول إلى معهد تاج القرآن الكريم تأتيكم يوميا عبر قناة القرآن الكريم بدءا من الساعة 7:30 مساء.